جبالك في اللايف بتاع الصباح باركنا وفرحنا وانبسطنا بعودة هيئة العمليات وعودة القانون. وقلت لكم بالناحية الثانية ما في كان حاجة أقول لكم، لأنه ما في حاجة، لما يكون ما في حاجة بقول لك ما في حاجة. لكن جاتنا الحاجات وجاتنا المحتاجات وجاتنا الحاجات، في حاجات حنقولها وفي حاجات ما حنقدر نقولها، لكن بطمنك بيها أنه مبروك في شغل. في حاجة، أول حاجة نمشي محور سنار. الآن المعلومة الواردة من أخواننا هناك في محور سنار، المصنع بتاع السكر خالي من الجنجويد. اسمع الكلام ده كويس، معلومة دي حقيقية بنسبة 1000%. مصنع السكر بتاع سنار خالي من الجنجويد. كلام ده شافوه بالمسيرات، شافوه فتشوا ليهم ما لقوهم. الكلام ده اسمعوا، عندي الرسائل وعندي الرسائل، ناس صادقين من هناك، ناس بنسق فيهم، ناس في الميدان، ناس عندهم أخلاق، ناس ما ساي، ما بدوك معلومة ساي. يعني أنا المعلومة اللي بقولها لك دي لو ما في حصلة ما بقولها لك. مصنع السكر، مصنع السكر بتاع سنار شبه خالي من الجنجويد، مش شبه، هو خالي قالوا من الجنجويد. لكن الجنجويد قبل ما يمشوا لقموا لهم مناطق، عملوا شرك للجيش، سووا مناطق، سووا شرك للجيش، لقموها. دي الحقيقة، ما عندهم الحاجة. الجنجويد ما في عادات، طلع من المصنع، طلع من الدق، ودك شديد جدا جدا. الجنجويد لو جات مطر تاني بهناك تاني إلا تجوه هليكوبتر تطلعه، لو جات مطر بهناك تاني الجنجويد إلا يشيلوه بالهليكوبتر. يا جماعة دي الحقيقة، المعركة في سنار خلاص ما زال ارتعت نظافة، ما زال ارتعت نظافة، ما تلخيص، لخصوا التلخيص، لخصوا باقي آخر الخلاصة تحت الدرس بيكتبوا فيها. دي بالنسبة للمعركة في سنار، الموضوع منتهي، الموضوع ما عنده أي الآن خلاص. حتى الليلة لو دخل شهر 5 ونزلت مطرة الجنجويد يغرق، لأنه ما بيطلع، والمسيرات دي بتلقطهم، إيه مش وين إلا كان يطير. الناس زي اللي تعزلوا من الدنيا، الناس زي ما عندهم حاجة يأكلوها، الناس زي ما في حاجات، الدكاكين ما في، كله انتهى. الناس زي ما عندهم أي تشويه، الناس زي العانوا بيجوا يهجموا على البيوت يشيلوا منهم كيلو بتاع دقيق. في مناطق، حتى المناطق الجماعاتهم بيشيلوا منهم كيلو الدقيق، كيلوين دقيق، بيهجموا عليهم، بيهجموا على الدكاء، ما عندهم اي حاجة. عشان كده اختنعوا، انتهوا، عملوا من غرب سنار السكر، المصنع بتاع السكر، عملوا ألغام. ودي الألغام ذاتها الماد بها زولون، زولون الماد بالألغام اللي قبل أيام قلت لكم الغايد بتاعهم صالح الشالوت تجاهها ودراه ودفنوه في المناطق حوالينا بهناك. الزول ده هون جغموه بلغم وهو ما عارفه، جغموه بلغم بتاعه وهو ما كان عارفه. دي الحقيقة. الليلة في سنار في سكر النازل مشوا وشافوا ما في أي حاجة، والمنطقة تحت السيطرة، ما زالت تحت نظافة بإذن الله تعالى، وكل الأمور أوكي أوكي أوكي. دي الحقيقة، يعني ما في حاجة. الوضع بتاع الصباح بتاعي طلعت فيه أنا زعلان داك 48 درجة، 366 درجة، 720 درجة، اتغير اختلاف توتالي، قسما بالله العلي العظيم. أخبار من كل مكان، لكن والله العظيم أنا حالف قسم ما أقول، حالف قسم عديل ما أقول، لكن والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم، الأمور طيبة، الأمور مش طيبة، ساي طيبة لأبعد مدى. أنا شخصيا ما بقول، أمشي وشوفوا في ناس احتمال يكونوا كاد، أنا معدها، أنا ما قاعد أقول حاجة، بقول لي ما تقوله، ما بقول والله لو الغيام انطبق، لكن بديك الحاجة أنه اطمئن، اسمح كلامي ده، اطمئن اطمئن. في حاجات حصلت، في شيء حصل، في شغل حصل، في معلومات، في حاجات كثيرة والله حصلت. حاجة واحد أنا ما قادر ذاته أتكلم بهنا، لأنه كل حاجة لو تكلمت بهنا بيحصل كده بهنا عشان كده أنا بديك الحاجة المجمل. نحن الحرب دي مشيناها مع بعض، بدينا مع بعض، بدينا ما كنا منتصرين، بدينا نحن كنا تحت الاحتلال،
بديناه جنجويد كان خدت بندقيته فوقنا، بديناها هم اكتر مننا، بديناها هم جهوزيه اكتر مننا، بديناها هم مسيطرين على البلد كلها. دينا من بنيناها مع بعض. الان نحن مسيطرين اكتر منهم. الان هن تحتنا. الان غادتهم انجغموا، ناسهم انجغموا، الان ما عندهم اي حاجه، ما عندهم اي شيء. ماشيين للخواتيم. والمعركه ميدان. انا ما بقول لك المعركه ميدان. نازل لما بدينا المعركه نحن ما كنا كده يا جماعه. الناس لما ترجع لورا بنلقى نفسنا ان احنا كنا محتلين. انا الناس زي الرسمي شعبي. اقل شارع بتاع المعونه بحر بتلقى فيه 36 40 ارتكاز، اقل ارتكاز 50 تاتشر. شارع العرض بتاع ده كله تاتشرات جنجويد. البيت الخليفه كله تاتشرات، الاذاعه كلها تاتشرات، الشارع بتاع هناك لكوب الحلفايه بتاع كرري كله ارتكازات. دي الحقيقه، الناس زينا من بدينا المعركه اكثر مننا، عده وعتاد وكله وجهوزيه. الخرطوم دي كلها جنجويد. الشارع بتاع الوزارات ده كله جنجويد، البلديه جنجويد، الجامعه بتاعت الخرطوم اللي فيها الجيش دي كلها جنجويد. البلد كانت كلها جنجويد. الان وين؟ وين وين الان؟ ما في، احنا منتصرين. وانتصارنا ده بنحافظ عليه. انتصارنا ده بنحافظ عليه نحرسه كده لما نيجي عديل دغري. لما نتغشى، لما نتدقس، لما نتباع، لما نشترى. وما في حاجة اسمها لا للحرب، في حاجة اسمها بل. تعرفوا بل؟ عصام محمد نور في صلعة، عصام المجنون. بل انت ما طلعت شفت اهلك الفلحة صحيصة بيركبوا فيهم، قاعد في مصر زيك وزي أي تبشة. قاعد في مصر زيك وزي أي تبشة. والله أنا طالع عشان أقول إحنا السلام، السلام يا عصام محمد نور. لو ما انتهوا الناس ديل في السودان اليوم الدين ما يجي سلام. لو ما انتهينا المستعمرة اللي جايين من تشاد والنيل اللي بيغتصب في أهلك بنات أهلك وبدوك فيهم وبطرد فيهم من البيوت، السلام ما يجي اليوم القيامة يا عصام محمد نور. انتوا أسوأ ناس مروا بالسودان، انتوا أنجس ناس، انتوا العلل حقيننا، انتوا الرمم، انتوا الخنايد، انتوا الناس اللي ما عندها شرف. انتوا الناس اللي ما عندها شرف. الحرب دي ما بتنتهي إلا في ميدان. الحرب الوحيدة في التاريخ اللي ما بتقبل القسمة على اثنين. الحرب الوحيدة في التاريخ كله شفتها ما بتقبل القسمة على اثنين، دي بتقبل القسمة على واحد. جيش انتصر لأنه جيش سيادة الدولة. موضوع قاضي. احنا انتصرنا والليلة والله في شغل مش مشرف، أكثر من مشرف. والله العظيم أكثر من مشرف، في شغل ولا والله ما بقدر، لكن شغل والله يطمئن. وفي ناس كثيرين عارفين الكلام ده من مناطق هون ذاتهم يتواصلوا معنا وشافوا بعينهم. جيوش لا غبال لهم بها. شغل والله على مستوى عالي. كلام واضح. معركة خلصانة خلصانة. ما عندنا سبب يأجلها ولا ثانية ولا دقيقة. ولا ثانية ولا دقيقة ما بتتأجل، ولا ربع ثانية ما بتجيف. ولا ربع ثانية. الوسخ الجنجويد والقحاط الرمم ما دارين نشوفهم معانا في السودان ده نهائيا. ما دارين نشوف لنا قحاطي ولا حزب نجس معانا في البلد دي. ده نهائي، ده موضوع حسم، حسم خلاص، قصة انتهت. قطر صفر، دار يركب يركب. لكن السودان ده حرم عليكم ليوم الدين. الدار تركب وتتعامل للقلاشة، القانون جاهز. جهاز المخابرات جاهز، القانون جهاز المخابرات جاهز. الان بيجهزوا في السجون يا جماعة. في حاجة مهمة جدا جدا جدا، رسلوا لي 20 30 نفر من الناس، فوق الناس معانا وفوق الناس ما فاهمين وفوق الناس شرحنا. انت كيف تطالب بقانون هيئة العمليات والمخابرات والامن والغرف؟ انا دار اديك حاجة وده للتاريخ وربنا يزاني يوم القيامة. أنا دار أديكم حاجة، تجربة حقتي أنا بسيوني كامل بسيوني. تجربتي أنا. بسيوني كامل بسيوني. نحن يا جماعة قمنا عندنا كراهية في الأجهزة الأمنية. دي حقيقة. إحنا طرف فيها، إحنا طرف فيها. الأجهزة الأمنية هي طرف فيها، طرف فيها.
ليه؟ لانه ما في منهج فيه اجهزه امنيه، ما بدرس. الدول الثانيه بندرس المنهج بتاع الاجهزه الامنيه، بندرس لهم في الحصص، جهاز الامن وظيفته كده، جهاز الشرطه وظيفته كده، جهاز الكده كده بندرسهم في الحصص. لكن احنا في السودان الامن ده عباره عن بعبع. لا في دوله قبل اليوم او منهج بتاع وزاره التربيه كسر الخوف ده، ولا في فهم ولا في اي حاجه. انا تجربتي الشخصيه 91 في اولى ثانوي احتغلوا لنا الجهاز الامني ديل من المدرسه، انا ماشي على المدرسه احتغلوني، ماشي مدرسه اولى ثانوي ما جامعه، اولى ثانوي انا احتغلوني اولى ثانوي يوم الاربعاء، اولى ثانوي ما ما ما, ما, ما اولى ثانوي انا محتغل من اولى ثانوي انا قاعد احتغل. جاي المشكله اتطورت، جاي خدتوني يومين ثلاثه وانا وانا وانا, وأنا شافع. يومين ثلاثة المشكلة اتطورت، بقيت ما بقدر امشي المدرسة. في النهاية مشيت الخرطوم. عندي منو في الخرطوم؟ عندي قريبي عبد العزيز حسن شدو. عبد العزيز شدو ده قريبي. مشيت له في المقرن، لقيته جاي من الحج. قعدت معه، السلام عليكم، كيف؟ تمام. أنا بالنسبة لي هو خاله، يعني بقول لأبوي أنا خاله. قعدت معه وكان معه عبد الباسط سبترات. حكت لي المشكلة 1 2 3 4. أنا والله قلت لها عندي دعوة بالسياسة ولا عندي علاقة بالسياسة، أنا طالب في المدرسة. كل اللي شفته أني يوم من الأيام في طلبة جو حلوا الاتحاد، أنا قلت لهم قروشنا وين وديتوها؟ ده السؤال اللي سألته. ودائرة بس قام قال لي أنت مالك ولا الكلام ده؟ ده هو قال لي كده عبد العزيز شد زول بتاع ضحك، قال لي مالك ولا الكلام ده؟ المهم قلت له والله أنا ما قادر أمشي المدرسة. اتصل بالوقت ذاك حسن بحوي، كان في شنبات، كان مدير الأمن. حسن ضحوي دق لي واحد اسمه عبد العظيم كان في بوري النائب حقه. مشينا لعبد العظيم في البيت. انا قريب شده، عبد العظيم قال لي خلاص بكره الطرمبه بتاعت القياده اقيف. انا وقفت في الطرمبه بتاعت القياده. انا اديك المشكله بتاعت الناس بس عشان احل لك المشكله. ليه انا بقول نعم لجهاز الامن؟ مع ان انا من الناس اللي اتضررت منه، من الناس اللي تعذب، من الناس اللي خليت البلد عشانه. ودي حقيقه وموجودين الناس. قال لي تقيف في الطرمبه بيجيك واحد الصباح بعربيه اركب معاه، يعني واحد رايد الوقت ذاك الساعه الان فريق ونزل موجود وتواصل معي قريب، اخوانه تواصلوا معي، هو قاعد موجود اسمه طارق الفحل. الوقت ذاك كان رايد، الان فريق ونزل اسمه طارق الفحل في الجهاز، ساقني دخلني القياده. جهاز الامن حكوا معي الحاصل، قلت لهم كيت كيت، قلت لهم انا لا عندي دعوه ولا عندي علاقه ولا اي حاجه. بس انا ما بحب الغلط. الناس ديل جو شالوا قروشنا في المدرسة الثانوية ودارين يكون اتحاد، سألتهم قلت لهم قروشنا وين؟ المهم جاي حلوا المشكلة، انتهت على كده، مع السلامة مع السلامة، القصة انتهت. القصة انتهت، جيت نقلت من الكانين، جيت الخرطوم المؤتمر الثانوية، رغم الجلوس سحبوه مني في يوم الامتحان، لقيت رقم جلوسي ما في. رجعنا بجاي، المهم عديت فترتي في السودان وطلعت الخارج. عبد العزيز شدو قال لي السودان ده ما بتقدر تقعد فيها مش. دي مشكلتي مع جهاز الامن، المفروض انا اكره جهاز الامن وكده، لكن لا. ليه؟ لاني انا جيت لقيت الناس اللي كانوا معانا كلهم مع ناس جهاز الامن ديل سمنا على العسل. لا حصل يوم فيهم واحد قبضه، ولا حصل فيهم يوم واحد ساقه، ولا شفنا لنا بتاع حزب قبضه، قاعدين معاهم وبيتلاقوا وبيمشوا بياكلوا سوا وبيشربوا سوا. ولما انا سافرنا وتهجرنا من وطننا لما رجعنا لقينا الناس اللي كانوا بيشجعوا فينا على اننا نحن نعمل كده لقيناهم غنوا، اقسم بالله العظيم منه والناس بالاسامي انا حافظهم ورسلت لهم رسائل في الماسنجر وبعرفهم بالاسامي غنوا. قلت لهم انتم ما كنتم تقولوا لنا الاخلاق وناس الامن ديك كعبين انتم قاعدين معاهم. انا وصلت لقناعه من القصه دي كامله انه اي بلد ما فيها اجهزه امنيه دي ما بلد. بعد شنو لكن وصلت لها؟ بعد ما اللي احنا وصلنا الان. بعد الان احنا زمان كنا موهومين، كانوا في ناس بيحرشونا لما كنا طلبه، في ناس احزاب بيجيبوك بيحرشوك بيقول لك بتقعد معاه، لما تجي وقت البل انت بتكون ما في. الزول داك بيجير بيخليك وبسيبك، واقسم بالله العظيم مش جمن الكيزان كل سنه بننزل اهلنا. جات الحكومه بتاعتنا بتاعت جبناها نحن سويناها نحن، بقينا ما بنقدر ننزل وطننا. ليه؟ السبب شنو؟ والله دي الحقيقة يا جماعة، أنا من 2019 ما نزلت السودان.
ليه؟ اسمي في المطار، اسمي في المطار، انا ويدي صالح، انا خالد سليك، انا ياسر عرمان الكاتل بخش السودان. نحن طلعنا صورة عشان نغير، بقينا ممنوعين من السودان. عشان كده في حاجة غلط، في ناس بيستخدمونا نحن في الارض، وناس بيتاجروا من ورانا، وناس بيكسبوا من ورانا. الاجهزة الامنية لازم تكون موجودة، الاجهزة الامنية لازم تدرس في الفصول، لازم الشعب السوداني يعرف دور الجهاز بتاع الامن ده شنو. الان احنا بالنسبة للاجهزة الامنية قدمنا السبت وقدمنا اللحد وقدمنا الاثنين والثلاثة، اكيد الجهاز بتاع الامن ما حيكون زي اول، حتى لو كان اسوأ من اول برضو كويس، لانه ما في دولة بتقوم بدون امن وامان، ما في دولة بتقوم بدون امن وامان. بيقول لك في دولة بتقوم بدون امن وامان ده كذاب، حتى لو على حسابنا نحن، لو على حساب حريتنا نحن دايرين جهاز الامن. بنجيب اولادنا في المدارس بنعلمهم ده جهاز الامن، وظيفته حمايتك، وظيفته حماية الدولة، وظيفته زول ده ما قاتل ولا انه يعذبك ولا، لكن بيحافظ على امن الدولة. حنحبب الناس في الاجهزة الامنية، حنحببهم في الشرطة، بدل الشرطة تكون عدو تكون صديق. عشان كده نحن مبسوطين، ومبسوطين جدا جدا بالانتصار، لكن الانتصار الحقيقي بعودة الافراد، الناس اللي بيمثلوا الجهاز، الناس اللي بيمثلوا هيئة العمليات، الناس المدربة، الناس الحافظة، الناس اللي خسرت فيها الدولة ملايين الدولارات. عندنا كوادر خسرت فيها الدولة ملايين الدولارات. الآن احنا دايرينها، احنا دايرينها، ما همنا تعملوا سجون اعملوا سجون. احنا المدنية بتاعتنا ما أسسنا فيها حاجة غير سجن كبير في سوها، مدنية مدنية أصبعين، أسسنا فيها سجن واحد في سوها، دل أسسنا في المدنية. 200 مجزرة في دارفور في 4 سنة، في وجود منو حمدو، في وجود خالد سليك، في وجود بنت المهدي، في وجود ويد صالح اللي كانوا بيمشوا منظمات وبقولوا الجنجويد قتلونا والجنجويد هنايونا والجنجويد هنايو. لما جو قعدوا مع الجنجويد 200 مجزرة، 200 مجزرة في دارفور، منا كرينيك، منا جنينة، منا وين، من كلهم، عندنا فيديوهات من الوقت داك موجودة. الكلام ده بتين كان في زمن حمدوك. حمدوك جه عمل شنو؟ في بعثة أممية قاعدة تحت البند السابع بتحمي اللاجئين والنازحين في دارفور في المعسكرات، عشان خاطر عيون حميدتي وعشان يهجر الناس ويركب الناس، ألغى لهم، قال لهم تمشوا احنا بنحرسهم، ويا ريت لو حرسهم، قسما بالله ما حرسهم، خلاهم قدموا هدية لحميدتي. قال لي حميدتي افعل ما شئت، افعل ما شئت بدارفور. وفعلا 4 سنة حميدتي استباح دارفور، حميدتي عجن دارفور عجن، طلع الناس من حواكيرها، طلع الناس من بيوتها، طرد الناس، وكله بوجود القحاطة. الكلام ده كانوا كلهم قاعدين حاضرين. عشان كده يا جماعة نحن وعينا وعبرنا، وانا بقول لك والله مبروك. ليلة ياسر عطا موجود في مكان ما، المكان اللي فيه ياسر عطا ده والله الليلة بتطلع منه حاجات سبحة. أنا بقول لك الكلام ده وزعني منه، أنا بقول لك مبروك. بإذن الله تعالى أيام خراج الروح حار، صراخ ده حار، قدر ما نحن نكون ماشيين صح وماشيين في الطريق وفي الخطوات العديلة بتسمع القحاطة كوركو بكوركو بكوركو بكوركو. الآن إحنا ماشيين صح، الكورة كيف كبير جدا، ليه؟ خلاص الخواتيم، الجيش انتصر في الميدان، طلع اعلنوا الانتصار بتاع الجيش، انا اشيل معك الفاتحه على القحاط اليوم، الدين السودان ده ما بشوفه احمر ولا ابيض. لك التحيه بسوين، كلام جميل جدا، الوضع في السنار ماشي كويس، ففعلا الجنود اذا ما يتخرج من بلدك هيكون في ورطه كبير جدا، واذا خرج من مصنع السنار دي يكون يعني خبر جميل جدا، لانه دي مناطق حساسه زي مصفى الجيلي، فالجيش ما بيستخدم يعني طيران في مناطق زي دي. وعلى اللي انت اديت زيت كامل للقحاطة دي، اللي انت اللي خرجت من السودان بسبب جهاز الامن واسمك كان مدرج في قائمة المطلوبين في المطار، والان انت نادت اكتر زول بعودة جهاز الامن ومخابرات الوطني خصوصا هيئة العمليات، والف مبروك، وده كلام جميل جدا. فيقولنا جهاز الامن والله صمام امان لكل دولة.
لأنه كل أجهزة الدولة الباقية دي أجهزة ظاهرين ناجحة، الآن دي الناس يعني إمكانيات كبيرة جدا والدولة خسرت فيه قروش، فالناس دي سمام أمان لك. ودي كلام جميل جدا لك التحية. وفي الطاهر حسن التوم زول الكويس ده بره أمس قال كلام في برنامج حقه ده، هديل كده زول ده قال يا أخي أفصلوا دارفور عشان السودان يستقر، وزول ده كلام مفترض يتحاسب عليه. فصلتوا جنوب السودان ودور لكم في دارفور. هنا المسألة هي ما مسألة جنوب السودان ولا مسألة دارفور ولا مسألة شرق، نازل في قوة إقليمية قائمة إن دار تفرتك السودان دي وتنحب الحاجات اللي عندك في السودان دي، ده الخطة اللي ماشيين عليه. فالكيزان انت بجرائمكم والناس يعني عملتوا سبق انه فصلتوا جنوب السودان، الان دوروكم دوروا دارفور، هتفصلوا دارفور تاني بكره هدوروا في شرق كده، هقسموكم السودان على 5 دويلات، نسموا كلام الخطه اللي ماشيين له ماشيين له. انت ليه جاي تقول لي افصلوا دارفور عشان السودان يستقر؟ هسه انت فصلت جنوب السودان، السودان استقر؟ ما استقر ولا هيستقر. الناس دي دايرين تبقوا دويلات صغار عشان يقدر ينحبوا براحتهم عشان ما تكونوا متوحدين. اخوانا السودان ده الله وحدنا كل شيء في السودان ده، كل اقليم عنده حاجات معينه وكل المكملين كده دوله السودان العظمى، وحاجات اللي عندنا والله دول ما عنده. وافريقيا للدوله بتمستقبل وكل العالم عيون في افريقيا، وعشان بقول لكم بسرعات ما تتفقوا وبعدين بيجي بنحب بطريقتهم هم دايرينه. فكلام زي زول ده مفترض يتحاسب عليه والله. تاني والله تاني زول اللي خلي شبر يتقسم من السودان ما في. فكلام بتاع الانفصال ده دي انتوا الناس الكيزان الشاهدين على الكلام ده ما ببقى. زمان الناس عندكم جرائم وانتم مطلوبين للجرائم الدولية عملوا صفقات وفصلتوا جنوب السودان، لكن تاني السودان كده محل ينفصل ما في.